السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عندي واحد خويا ما كي حنا بعض البنات. عندي واحد خويا هذاك خويا والو ما كيحملناش، كان الظلام كيشوفنا بحال الظلام قدام عينيه. لا اله الا الله، والله زعما ما عرفتش علاش ما كيحملناش، كنشوفنا الظلام ما عرفتش. كان هو زوين، انسان زوين والحمد لله، واصل في الحياه ديالو، كيامن بالله، كيقرا القران. لا اله الا الله، وحتى حنا بنات زوينين زعما كنخاف في الله. ما كنأذي حتى شي واحد، ما كنأذي حتى شي واحد، عرفتي زعما حنا بغيناه كخونا يتجمع معانا ويحن فينا وبزاف د الحوايج، وليني مفارقين عليه بزاف، ما كيحملناش، ما كيشوفش فينا. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يفرج عليكم. والله العظيم عرفتي واحد خونا زعما عزيز عليني، ندعي معاك عمي قريبة، الله يطول في عمرك يا ربي بنتي، حافظك الله ورعاك الله. شكرا لك يسرى، شكرا لك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. للا يسرى، الأخ ديالك دابا الآن كما قلتي أنتم أربعة الأخوات، هو كيشوف فيكم ظلام، ربما هذا الأخ عنده أزمة نفسية. المفروض أن الأخ يحب أخواته، هذا كيتسمى أخو البنات. أخو البنات خصو يكون يحب أخواته ويضلهم بجناحه، هذا هو المفروض. أخو البنات كيكون هو الناس، علاش كيقولوا الرجل ملي كيتولد كيزغرتوا ليه سبعة زغريتات؟ لأن الرجل المفروض هو يتدفق حنان ويتدفق عاطفة ويغدق على أخواته البنات رحمة ونورا، ولو حدا فيهم خطأت يستروها، ولو حدا تعرضت للتعنيف هو الذي ينصرها، ولو حدا كانت فقيرة هو الذي ينفق عليها. هذا هو الأخ. علاش ربي عز وجل الذكور أعطاهم العصبة؟ وفي القرآن الكريم ربنا يقول على لسان السيدة مريم العذراء: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وليس الذكر كالأنثى. طبعا الذكر ليس كالأنثى، الذكر هو قوي والأنثى فيها عاطفة زائدة، لكن الذكور قوة ورجولة وشهامة ومواقف. فالمفروض أن الأخ ديالك يكون هكذا. فما السبب اللي خلاه أنه ينظر لكم هذه النظرة الناقصة وأنه لا يغدق عليك من عطفه وحنانه؟ لا شك أنه عنده عقدة. هذه العقدة حلها أنه يجلس مع بعض الخبراء في علم النفس أو بعض المحللين ويستعرض عليهم مشكلته، وغادي يلقاو العقدة وغادي تحل. واللي ما عنده قدرة يمشي عند الخبراء، وهو أنه عليه بالسجود. السجود به الله تعالى يحل جميع العقد. اللي عنده شي عقدة وما عندوش الإمكانات باش يمشي عند طبيب مختص أو طبيبة مختصة في علم النفس أو في علم الاجتماع أو في التحليل النفسي والسيكولوجي، وربما ما عندوش هو القدرة المادية على ذلك، أو لا يعرفهم، أو أنه يسكن في قرية أو في بلدة بعيدة، أعظم علاج سبحانك ما أعظم شانك وهو في السجود. احنا كلنا عندنا عقد، ملي كنبغي نحلوها سبحانك كتوضى وكتصلي لله وكتسجد لله تعالى ما شاء الله أن تسجد، كتلقى جميع العقد كتحل وكتخرج إن شاء الله تعالى نور على نور. ربنا يقول في كتابه العزيز: اسجد واقترب، اسجد واقترب، اسجد واقترب، تقترب من المولى وتقترب من الناس. كنسمعوا كلمة بارتاجي، بارتاجي كنسمعوا كلام متداول على صفحات الانترنت في مواقع التواصل الاجتماعي. بارتاجي، لا بارتاجي لامور، بارتاجي المحبة بين العائلة. خاص الانسان يوزع المحبة بين افراد العائلة. على احنا شحال غنعيشوا؟ راه حياتنا قصيرة، راه فصل الربيع سرعان ما ينتهي ويأتي الخريف. علينا هذه الفترة القصيرة اللي كنعيشوها أننا ننشر الفرحة بين العائلة والأحباب، ونغض الطرف عن العيوب، وعفى الله عما سلف، وغض عين وأمسك عنك عينا، وربي هو الكبير. بنتي يسرى الله يكمل لك الرجاء ويطول العمر ديال الوالده ويطرح فيها البركه ويحفظ لك خواتاتك الصالحات ويجعلهن يا ربي محظوظات، يا رب ترزقهم السعد الجميل والخير الكثير.
وخالك اللهم شافيه وعافيه وداويه بدوائك وارزقه الصحة والعافية يا حنان يا منان. وهذا الأخ اللهم يا رب انزع من قلبه حد الشيطان واملأ قلبه إيمان ويقين وفرح وسرور واجعله من أهل الخير. كتقولي يسرى بأن أخاك مؤمن بالله ويقرأ القرآن الكريم، من علامات الإيمان والقرآن أنه يتجلى على سلوك صاحبه. نقرأ القرآن، نقرأ السنة، نقرأ الفقه، ولكنه الآثار، الآثار الصادقة بأن الله رب تقبل منك، تقبل منك هذه الأعمال، أن يكون لك آثار. ما هو الآثار؟ ما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال لك أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المؤمن. العلامة للإنسان تقبل الله منه قرآنه، تلاوته للقرآن، وتقبل الله منه عمله بالسنة المطهرة، وتقبل الله منه تفقهه في الدين، وتقبل الله منه عبادته. ما هو الدليل على قبول هذه الأعمال؟ هو الآثار في الحياة الاجتماعية. شنو هو الآثار؟ سرور تدخله على قلب المؤمنين، أنك المؤمن في ممشيتك تنشر الفرحة، لكي ينشر الفرحة بين الناس، وكينشر الابتسامة بين الناس، وكينشر الأمل بين الناس، وكيلتمس للناس المعاذير. ذاك هو المؤمن الذي تقبل الله منه عمله وتلاوة قرآنه وفقه في الدين. أما إذا كان منقبضا وكان اللي شافوك يتخلع منه كيهرب كيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يسترنا ويستركم، هذا غادي يقول لي عملك رد عليك، مردود عليك، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن ينزع من قلوبنا حد الشيطان. واللي بغى ربي عز وجل يعطي هذه النقطة دي الإيمان، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يردد قول الله تعالى: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وربي يجعل القلب في الفرحة وفي السرور. أسأل الله أن ييسر لكم يا يسرى ويسعد قلوبكم، وتحية كبيرة لأهل طنجة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.